السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام. موضوعنا اليوم الإخوان هو المشكل ديال رخصة السياقة المغربية والترجمة ديالها ولا التغيير ديالها من مغربية لإيطالية اللي هي العملية ديال لا كونفرسيوني. وهذا المشكل هذا اللي بغيت نوضح أكثر الإخوان، ماشي غير الجالية بوحدها اللي طايحة فيه، كاين عدة متضررين في يعني بالرخصة هذه ديال نسخة 2020. وأيضا بغيت نوجه واحد النداء ورسالة وميساج الناس اللي هما في المغاربه غاديين يطلعوا هنا لايطاليا، عندهم نفس المشكل. عندكم كونترا ديالكم، الناس اللي غادي تجي هنا ان شاء الله حتى هما عندهم نفس المشكل وغادي يلقاو هذا المشكل هذا، وما غاديش يبدلوا البيرمي ديالهم. والبيرمي ديالهم الاخوان هنا باش تخدم خاصك ضروري طوموبيل باش تبقى تنقل. الا ما خدمتيش بالبيرمي مثلا شيفور، ضروري خاصك طوموبيل، ضروري خاصك تبدل البيرمي، سينو غادي يضيع لك البيرمي ديالك وملزم عليك ومجبر انك تبدله هنا في ايطاليا. خاص حتى الناس اللي هما في المغرب يديروا وقفات احتجاجيه امام وزاره النقل باش يتفتح هذا المشكل هذا اللي طايحه فيه هنا الجاليه الايطاليه. الجاليه الايطاليه اللي كتعاني في صمت، وحتى واحد ما سمع الصوت ديالو، حتى واحد ما وصل الميساج كيف ما ينبغي. شفنا مؤخرا ان جمعيات مشاو للوزاره النقل باش يحلوا المشكل، ولحد الساعه ما تفتحش المشكل. شفنا ان المتضررين الاخوان مشاو داروا وقفه احتجاجيه امام السفاره المغربيه في روما، داروا وقفه احتجاجيه امام يعني الوزاره النقل الايطاليه، ومازال ما كاين ما تفتح لا مشكل لا والو. وحاليا دابا اشنو غادي يكون؟ غادي يكون اعتصام الاخوان، اعتصام غادي يدوم 3 ايام 4 ايام 5 ايام. الناس المتضررين غادي يمشيو يعتصموا امام السفاره المغربيه في روما الاخوان. اي متضرر عنده هذا المشكل هذا يجي امام السفاره ان شاء الله يوم 21 في شهر 11 في الصباح، تما غادي تكون يوم 2 الاخوان 21 في شهر 11 غادي يكون الاعتصام امام السفاره. وهذا الاعتصام هذا غادي يكون مرخص له من طبيعه الحال الاخوان، راه الناس كتجري باش دير الترخيص ديال هذا الاعتصام هذا ان شاء الله. والناس المتضررين يجي واحد رو اخوتي، كتسكن في شي مدينه ما عندكش كيفاش تجيب بوحدك، شوف شي حد متضرر ايضا في هذيك المدينه، حاولوا انكم تواصلوا مع بعضياتكم وتجيو ديروا هذا الاعتصام هذا امام السفاره المغربيه في روما الاخوان. ورا واحد المتضرر هنايا غادي نخلي لكم فيديو ديالو، يعني هذا نداء الناس اللي متضرره. ما كيبدلوش الاخوان رخصه السياقه لحد الساعه، والناس حيدوا لهم بيرميات ديالهم وكيطالبوا بارجاع البيرميات ديالهم والاتفاقيه ولا الوصول الى الحل الاخوان ديال تغيير هذه الرخصه هذه. شفنا وسمعنا مؤخرا خبر صار وخبر مفرع على البيرمي، واخيرا غادي يبدا يتبدل، وهنيئا للجاليه المغربيه وعده اشياء من هذا القبيل هذا الاخوان. المشكل ديال تغيير رخصه السياقه مشكل كبير في ايطاليا. بعض الناس من الجاليه المتضررين واللي تسحبات منهم رخصه السياقه، البعض اقول فقط وليس يعني الكل، وليس كل المتضررين اللي عندهم هذا المشكل هذا، لان هذا كاين البعض المتضررين كيجريو، وكاين بعض المتضررين اللي هما كيتسناو اتفاقيه وما كيديروا حتى شي حاجه. كنطلب من هاد الناس هادو ايضا انهم يوقفوا مع خوتهم. هاد المتضررين هادو الاخوان من المغاربه من طبيعه الحال كانوا داروا وقفات كيف ما قلنا احتجاجيه امام كل من السفاره المغربيه بروما وامام وزاره النقل الايطاليه بروما، لعل وعسى يتسمع الصوت ديالهم. مؤخرا غير هاد الايام اللي فاتت كانت زياره لفاعلين جمعويين، داروا زياره الى المغرب ولعده مؤسسات ومكاتب ايضا وزاره النقل المغربيه. النتيجه اللي خرجوا بها وسبب عدم تغيير الرخصه المغربيه الى الايطاليه كيف ما قالت السلطات، هو ان ايطاليا لقات عده بيرميات مزورين لهذا. السلطات الايطاليه كطالب وثيقه اثبات الهويه واثبات صحه رخصه السياقه المغربيه. وهذا كنقول انا بانه كلام فارغ وخاوي، غير باش يبقاو يضيعوا في الوقت باش انها الناس تمشي دير بيرميات باش يمشي عليها الوقت. لان السلطات الايطاليه مني كتاخذ من عندك البيرمي المغربي كتحقق منه بطبيعة الحال، كتحقق منه مزيان وكترسلو للمغرب. المغرب بدوره حتى هو كيتحقق من البيرمي واش صحيح ولا لا. اما على الوثيقه ديال اثبات صحه رخصه السياقه اللي قالوا خاصنا نديروها، رحنا دائما كنا كنديروها، قال لك خاصك اسيدي تعود ديرها في القنصليه وتبين يعني اثبات صحه البيرمي ديالك. رحنا دائما كنا كنديروها، كيجيبوها معاهم الاخوان من سيرفيس ديميل من المغرب اللي هي شهاده استحقاق الاخوان، كنجيوهم من سيرفيس ديميل مترجمه للايطاليه ومديرين ليها ابوستيل. ما لقاو ما يقولوا غير باش يضيعوا الوقت، ضيع الوقت وصافي الاخوان، باش يضغطوا على الجاليه انها تمشي دير بيرمي من جديد، بيرمي ايطالي من طبيعه الحال.
وفي نظر الإخوان المتضررين الإخوان غادي نعاود لكم، وفي نظر الإخوان المتضررين أن الاعتصام هو الحل الأنسب لحل مشكل تغيير الرخصة والوصول إلى اتفاقية. لهذا الاعتصام الإخوان غادي يكون نهار 21 في شهر 11 يوم 2 أمام السفارة المغربية بروما. اللي عنده المشكل يجي يعتصم مع الناس الإخوان، حتى الناس ديال المغرب خاصهم بدورهم حتى هما اللي هما مقبلين على الهجرة وغادي يجيو هنا لإيطاليا بكونترات، خاصهم ضروري حتى هما يتحركوا ويشوفوا المشكل فين كاين، على الأقل يديروا وقفات احتجاجية أمام وزارة النقل لحل هذا المشكل هذا. يعني أنت تجي غادي تلقى الحل، تفتح وتبدل الرخصة ديالك. المهم الإخوان غادي نخلي لكم واحد الفيديو هنايا ديال واحد المتضرر وكينادي الناس انها يعني تجي دير اعتصام باش نكونوا عدد اللي هو كبير الاخوان، ماشي يمشيو 5 ولا 6 ولا 10 ولا 11، من احسن يمشيو ناس بزاف الاخوان. فهمتوني، خليكم مع الفيديو. السلام عليكم اخوة الاخوات، اولا كنشكر الاخ ياسين لتحرينا هذه المبادره باش نوصلوا النداء ديالنا عبر القناه ديالو، وكنشكر الاخوه الجمعويين بالاسماء ديالهم على راسهم الاخ الحسين فتيح اللي ناضلوا واجتهدوا باش يوصل الصوت ديالنا، وكنشكر حتى الاخوه المتضررين اللي كيناضلوا ويجتهدوا باش الرساله ديالنا توصل للسلطات والمسؤولين المغاربه. وللاسف حنا راه 3 سنين هادو حنا كنتسناو في هذا المشكل يتحل، باقي ما تحلش، يعني واحد المجموعه ديال الوعود باقي ما تحلش المشكل. وكنتمنى من الله تبارك وتعالى الصوت ديالنا وصل جلاله الملك محمد السادس الله ينصرو، ان عنده واحد صراحه كيهضر على الجاليه مرارا وتكرارا وكيوصي على الجاليه، وانما بعض المسؤولين الله يهديهم. والنداء اللي بغيت ندير هو اننا حنا كمتضررين بغينا نديروا واحد الاعتصام امام السفاره الايطاليه في روما نهار 21 في هذا الشهر، يعني نهار 21 في شهر 9 عفوا 21 في شهر 11 2022. غنديروا واحد الاعتصام باش الصوت ديالنا يوصل للمسؤولين الكبار في المغرب، وانا مأكد ان شاء الله ان الصوت ديالنا ملي غادي يوصل راه غادي تحل المشكل يعني بواحد الصوره سريعه، لان يعني الصوت ديالنا باقي ما واصلش لواحد العدد الكبير ديال المسؤولين اللي هما كبار في البلاد وعلى راسهم جلاله الملك محمد السادس الله يحفظه. وكذلك كنطلب من الناس اللي غادي يوصل لهم هذا النداء وهذا الصوت ديالنا يعني باش ينضموا لينا ويكونوا في جنبنا ويجتمعوا معنا في هذا الاعتصام باش يكون اعتصام اللي في المستوى. كنشكر الجميع وشكرا. وبروح المسؤوليه نؤكد انه لم يعد هناك مجال للغموض او الخداع، فاما ان يكون المواطن مغربي او غير مغربي وقد انتهى وقت ازدواجيه المواقف والتملص من الواجب ودقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة، فأما أن يكون الشخص وطنيا أو خائن إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة والتنكر لها.